صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معاكم من الآن وحتى العاشرة، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل. من الموضوعات اللي معانا هنتكلم طبعا عن أوميكرون ومتحورات فيروس كورونا الجديدة، خاصة مع انتشار هذا الفيروس وازدياد عدد الإصابات بنزلات البرد العادية أو إيجابي كورونا أو إيميكرون الجديد. ووزارة الصحة يعني من حتمية تعزيز التوعية للمواطنين أعلنت بعض الإرشادات، هي مش جديدة لكن إحنا بنعيد عليها وبنأكد عليها لأنها دي الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة القادمة، منها طبعا ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والحفاظ على غسل الايد باستمرار، وطبعا الاكل الصحي الخضر والفاكهه، وطبعا تلقي اللقاح وخصوصا الجرعه التنشيطيه او التعزيزيه، وده لكبار السن كمان واصحاب الامراض المزمنه. يعني يا رب ربنا يشفي كل مريض ويحمينا ويسلم مصر جميعا من اي اذى او اي امراض. من الموضوعات الأخرى آفاق جديدة للعلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، وشفنا حفاوة الاستقبال لرئيس كوريا الجنوبية، وخصوصا أن أول رئيس كوري يزور مصر منذ 16 عام، ويمكن بدأت العلاقات المصرية وكوريا الجنوبية باعتراف مصر باستقلال كوريا الجنوبية عام 1948، وفي علاقات بتربطها اقتصاديا وسياسيا بين البلدين. وده بجانب طبعا فقراتنا الثابتة في هذا الصباح، قراءة في صحافة الجمعة ومعرفة أهم الأخبار الرياضية والاقتصادية. هنخرج لفاصل وأولى فقراتنا في هذا الصباح وفقرة ايروبكس. صباح الخير، عاملين ايه؟ معاكم كابتن بلال. النهارده هنتكلم عن تمارين الكارديو تريننج وايه اهميتها بالنسبه لعضله القلب. هي مهمه جدا، بتدي صحه وقوه جسديه ونفسك بيكون افضل بكتير جدا لما بتكون بتتمرن كارديو تريننج. تمارين الكارديو مش بتحتاج ان انت تنزل جيم، ممكن تعملها في اي مكان، في بيتك، في لو في حديقه عامه او بتنزل الصبح تجري شويه. فالنهارده هنعمل شويه تمارين كده من البيت بالشكل التالي. تاخد بالك بس ان احنا بنتمرن لمده 40 ثانيه كل تمرين، تمام؟ اول تمرين معانا اسمه الهاي ني، هيتلعب بالشكل دوت 1 2 3 4 1 2 3 4، اعلى بالريتم شويه بالشكل ده. اوكي، نلعب التمرين ده لمده 40 ثانيه. طيب الراحه بتاعتي بتكون 15 ثانيه بس، انا مش بقف، انا بفضل اتحرك في المكان كده، اسمه اكتيف ريست، بريح وانا بتحرك. بعد كده التمرين الثاني اسمه جاجنج ان بليس بالشكل ده، احاول اعلى بالريتم شويه. التمرين ده لمده 40 ثانيه. بعد كده هعمل حاجه اسمها تورس تويست بالشكل ده، هقف رجلي مستوى كتفي وابتدي اتحرك كده 1 2 3 4 5 6. اوكي، هعمل 40 عده في التمرين دوت. ده كان اول جروب من التمارين. الجروب الثاني بيتكون من 3 تمارين. اول تمرين اللاترال ستيب اند رو، هيتلعب بالشكل ده، هبتدي اجي رجلي كده وايديا قدام واسحب لورا، بعد كده ارجع تاني كده طلع بالشكل ده. تمام، التمرين دوت احاول اطلع فيه اعمل فول ستريتش قدام وارجع اعمل سكويز لورا على اللاتس بتاعتي او على عضلات ظهري واطلع اعمل ستريتش بالشكل ده وانا بتحرك حركه الايد بتاعتي. التمرين الثاني بتاعي في الجروب دوت اسمه سلو باربس بالشكل دوت، هنزل الارض واطلع كده
طالع بالشكل ده، انزل واطلع بالشكل ده. تالت تمرين هيكون السكوات، نلعب بالشكل ده كده 1 2 3. ايديا قدام عشان احاول اعمل توازن، لو انا مبتدئ وما بعرفش العب فايديا بتكون قدام. اوكي، ده كده جروب 2 من التمارين. زي ما قلنا الراحه بتاعتي بتكون جري في المكان بتاعي لمده 15 ثانيه، ما احاولش ان انا اقطع التمرين خالص في النص، بحيث ان انا اكمل تلت ساعه او نص ساعه في التمرين بدون راحه. خلصت تمارين النهارده، ناخد بالنا ان احنا عملنا 2 جروبس من التمارين، كل جروب منهم بيكون 40 ثانيه، نحاول نعمل الجروب تكرار من 5 لـ6 مرات في ال 40 ثانيه، بحيث ان احنا نكون تمريننا كتوتال بيخش في مده ال 20 لنص ساعه، لان اقل من كده انا مش هخش في مرحله الفات بيرننج او المرحله اللي انا محتاجها. كان معاكم كابتن بلال، اتمنى تكونوا استفدتوا مني النهارده. مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الفقرة مع أهم الأخبار المتنوعة وآخر مستجدات على الأحداث. أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم الفني المهني والتوسع فيه. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. بمشاركة وحضور رفيع المستوى من عدد من الوزراء والسفير الأمريكي لدى القاهرة، شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع 6 اتفاقات لإطلاق المرحلة الأولى من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية. الهدف هنا هو تغذية سوق العمل بما يحتاجه، يعني ما بقيناش بنعمل تعليم عشان الشهادة بقى، لا، عاوزين نعمل تعليم ينفع صاحبه وينفع الدولة. فلازم يعني الأعداد اللي بقولها لحضرتك اللي بيحددها احتياج الصناعة. احنا طبعا في مصر بندعم ده من خلال وضع الخطة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي بدأت بإنشاء النهاردة أولا عندي مجلس خاص بالتقييم والجودة خاص بالتعليم الفني، من خلال إنشاء أيضا أكاديمية للمعلمين الفنيين، لأن المعلم هو في قلب العملية التعليمية، هو أساس العملية التعليمية المعلم. النهاردة هو 6 مدارس يتم افتتاحها بالإضافة ل 28 قبل كده. الحقيقة بداية رائعة، وبأمل أن الكلام ده يتعمل في المستقبل من الاتحادات الصناعية أو الاتحادات الغرف، وتبقى يبقى هو اللي مسؤولين عن الموضوع ده. يؤكد المشروع على أهمية إشراك كل من القطاع الخاص والوزارات وشركاء التنمية في تأسيس المدارس، بهدف ضمان استمرارية واستدامة النموذج وتحقيقه لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. الحكومة الأمريكية ملتزمة مع الحكومة المصرية بدعم التعليم الفني وفقا للمعايير الدولية، فقد تم تخصيص مليون دولار في مجال تدريب الشباب والدعم من أجل تحسين التعليم. مبادرة جيدة جدا جدا، وتتميز بأن هي بتدخل الصناعة المصرية كشريك أساسي في تطوير التعليم الفني. بحب أوضح أن التعليم الفني هو من أهم مدخلات الصناعة في مصر. يشمل نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مجموعة كبيرة من التدريبات المؤهلة لسوق العمل بالتعاون مع الشريك من القطاع الخاص وتنمية مهارات الطلاب المقدمة في مراكز التطوير الوظيفية التي سيتم إنشاؤها داخل المدارس، باعتبارها ركيزة الأساسية في تطوير مهارات الإنسان المصري. وفي ضوء حرص الدولة المصرية على دعم وتطوير التعليم الفني، تم إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص. أمل صبري، النيل.
أكد المشاركون في أعمال وفعاليات المؤتمر الأول ارتفاع ضغط الشريان الرئوي عن توافر بروتوكولات علاجية جديدة في علاج مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وضرورة تطعيم هؤلاء المرضى بتطعيم فيروس كورونا ولتقليل مضاعفات هذا المرض. نتابع هذا التقرير. بروتوكولات علاجية وتقنيات مستحدثة لعلاج مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي الذي يعد ثورة في علاج المرض ورفع مستوى الوعي للتخصصات كافة للخروج بتوصيات مفيدة تصب في مصلحة المريض، هو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال المؤتمر الأول لدراسة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. الآن الأول أنه يبقى عندنا بشكل دوري هو العلاج عن طريق الوريد، لأن هذا العلاج هو أفضل علاج بيطيل عمر المريض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا تدريب عليه وعلى استخدام المضخة، في مضخة صغيرة بتركب كده على جسم الانسان وتبتدي تضخ الدواء، دي اللي غيرت وجه المرض بشكل كبير. هناك أدوية جديدة مستحدثة يعني عمرها قليل من ناحية العلم والطب، الأدوية التي عمرها 3-4 سنوات تعتبر جديدة وهي الآن متوفرة في مصر، بعضها عن طريق الفم وبعضها عن طريق مضخات تعطى عن طريق القسطرة، وهذه تحتاج رعاية دقيقة حقيقة في واقع الحال، لأنه القسطرة هي باختصار شديد عبارة عن بوب صغير يدخل الدم مباشرة، وبالتالي الاحتفاظ بالقسطرة نفسها والمحافظة على الدواء بطريقة معقمة جدا مهم جدا في الحالات هذه، ولذلك متابعة في مراكز متقدمة أيضا مهم. كما تم خلال المؤتمر استعراض أحدث الأبحاث في أسباب مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي والمضاعفات الناتجة عن مدى تأثير فيروس كورونا المتحور على هؤلاء المرضى. في وسائل كتير للتشخيص بتاع الارتفاع الضغط الشرياني، فده من الحاجات اللي هي بتتطور عالميا وبتتطور، انه the earlier the better، ده الشيء المعلوم، انه كل ما يتشخص بدري كل ما الامور بتبقى احسن، لانه المرض اذا لم يتم تشخيصه مبكرا فيؤدي الى تفاقم الوضع وفشل في القلب وبالتالي زياده الوفيات. فهي الخطوه الاولى هي في زياده الوعي العام عند المرضى وعند الاطباء لاكتشاف المرض في حاله مبكره. الاوميكرون ملوش مضاعفات قد كده، انما المتحورات القديمه كان فعلا بنشوف بعض الحالات بيجي لها تليفات رئويه. الناس اللي بتعاني من تليفات رئويه لو التليفات دي فضلت وكترت واستمرت هتيجي في وقت ما ترفع ضغط دم الشريان الرئوي ويبدا المريض فعلا يعاني من مشاكل في الجانب من القلب. بروتوكولات علاجيه مستحدثه كشف عنها الاطباء المتخصصون في علاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي لتعد املا جديدا في تقليل مضاعفات هذا المرض المزمن والتعايش معه بشكل امن. محمد حلمي، النيل. نروح للأردن وبالأخص بوسط العاصمة عمان، حيث يقف ماجد البشاوي اللي بيبلغ من العمر 65 عام وصديقه أمام المسجد الحسيني 3 مرات في الأسبوع ليقدموا حساء عدس ساخن ووجبات مجانية للمرة. نتابع. وسط العاصمة الأردنية عمان يقف ماجد البيشاوي البالغ من العمر 65 عاما وصديقه أمام المسجد الحسيني 3 مرات في الأسبوع ليقدما حساء ساخنا ووجبات مجانية للمارة. ويصف البيشاوي سعادته عندما يقبل الناس على ما يقدمانه بأنها لا توصف، حيث يصل ما يتم توزيعه من أكواب مليئة بحساء العدس الساخن على عابر السبيل إلى 1500 كوب خلال ساعتين فقط. أنا سعيد وسعادتي لا توصف، لأني بشوف الناس كلها جاي فرحانة وابتسامة، وفي ناس بحاجة حقيقة، في ناس بحاجة حقيقة، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول، لا نبغي إلا وجه الله. وينفق البيشاوي وصديقه على تلك المبادرة الإنسانية في الأغلب من خلال جمع تبرعات من أهل الإحسان إلى جانب نفقاته الشخصية هو وصديقه، الأمر الذي زاد من كمية حساء العدس الذي يتم تقديمه لعابري السبيل من 10 كيلوغرامات في البداية إلى 70 كيلوغراما في الوقت الحالي. والله مهمة جدا في وجبة الفطور هاي الصبح. 100%. من واحد بعد مرات بيكون ما معه فلوس يشتري، بمرق على باب هالجامعة وبلقى الشباب بينادوا زيك وبأخذ لهم كاس عدس.
ويقول البيشاوي وهو أب لثمانية أبناء وثلاثة عشر حفيدا إن المبادرة ستظل مستمرة ما دام الطلب عليها قائما، وأكد أنه بحلول فصل الصيف سوف يستبدل توزيع أكواب الحساء الساخن بأكواب الماء البارد التي تلقى استحسانا كبيرا من المرة أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة. على الرغم من تأسيسها في الألفية الثالثة قبل الميلاد، تمكنت بقايا المدينة القديمة الموجودة في الوقت الحاضر على نهر دجلة في العراق من النجاة من لحظات مهمة من التاريخ، من ضمنها وجود جماعة داعش الإرهابية. تعد أشور هي العاصمة الأولى للإمبراطورية الأشورية، وكانت في وقت ما موقعا للتتويج ودفن الملوك الأشوريين، وقد أضيف موقع مدينة أشور القديمة إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2003. بنيت المدينة من جانب الأشوريين الذين كانوا بدوا انفصلوا من الإمبراطورية البابلية واستقروا في شمال بلاد ما بين النهرين والتي تعرف الآن بالعراق الحديثة. يتكون الموقع القديم من ثلاث بوابات رئيسية وبلدة مربعة الشكل وبرج متدرج مستطيل ومقبرة ملكية. كانت أشور هي القوة العظمى في الشرق القريب القديم من حوالي 900 لنحو 600 قبل الميلاد. وأشور هي دولة مدينة والعاصمة الأولى للإمبراطورية الأشورية والتي أصبحت فيما بعد عاصمتها الدينية بمجرد اختيار النمرود كعاصمة سياسية للأشوريين. هنشوف في المستقبل القريب سيارات بدون سائق، وده هتخرج للطرق بإحدى المدن البريطانية في تجربة في ميلتون كينز، بتهدف إلى استخدام سيارات الأجرة اللي بيتم قيادتها عن بعد لنقل الركاب عن طريق أحد التطبيقات الهاتفية. سوف يستطيع المستخدمون طلب سيارة بيتم قيادتها عن بعد حتى موقع الركاب، حيث تكون السيارة بلا سائق أو على الأقل واحد لا يجلس بداخلها، وهي عبارة عن نموذج مبدئي لسيارة أجرة بلا سائق يمكن قيادتها عن بعد للقاء راكبها التالي. على عكس سيارات الأجرة التقليدية فإن الراكب بيقود حينئذ السيارة إلى الوجهة المحددة. تهدف الشركة المنتجة للسيارة إلى إطلاق خدمتها لطلب السيارات في وقت لاحق من العام الحالي تحت اسم فيتش. يعد المشروع جزء من مبادرة وطنية من الحكومة البريطانية بتدعى برنامج 5G لأحواض الاختبار والتجارب، وحصلت الشركة المبتكرة لسيارة الأجرة على حوالي 6 مليون دولار لإجراء التجارب من الحكومات المحلية والوطنية وشركات الاستثمار الخاصة. افتتح كاوس، وده فنان معاصر أمريكي، معرض جديد في سيربنتين، وهو معرض مجاني للفن المعاصر بيوجد في حدائق كينغستون في العاصمة البريطانية لندن، وبيظهر الأعمال الفنية بالواقع المعزز. وبفضل أحد تطبيقات الهاتف المحمول يمكن للزائرين الاستمتاع بتجربة ثلاثية الأبعاد بتبدو كأنها تحيط بالمستخدم بينما يسير خلال المعرض. وعن طريق دمج المادي أو الحقيقي بالافتراضي فإن تماثيل جديدة تحيي الزائرين لمعرض سيربنتين في لندن، ولكن سيحتاج الزائر إلى هاتفه الذكي لرؤيتهم. وأطلق على المعرض الجديد للفنان المعاصر الأمريكي كاوس مسمى الخيال الجديد، وبمجرد قيام الزائرين بتنزيل التطبيق بيمكنهم رؤية 9 أعمال فنية إضافية بالواقع المعزز على شاشتهم داخل خارج المعرض. وبيظهر المعرض أيضا أعمال فنية حقيقية بتتضمن تماثيل برونزية ولوحات فنية أكريليك ملونة. وكان هذا الوسط الفني الجديد بالنسبة لكاوس واسمه الحقيقي بريان دونالي وسيلة للهروب من واقع الوباء على مدى العامين الماضيين. بدأ كاوس مسيرته المهنية في التسعينيات، وابتكر في البداية أعمال فنية ثنائية الأبعاد قبل التحول إلى تماثيل لشخصيات ثلاثية الأبعاد والتي جعلته مشهورا. والآن ابتكاره في الواقع المعزز بيعد دخول لفنه لمرحلة ثالثة وأخرى.
طيلة الآلاف السنين ساعدت القوارب الخشبية شعوب شمال أوروبا على نشر التجارة ونشر نفوذها، وفي أثناء حروب الفايكنج ساعدهم على نشر الحرب في البحور. مؤخرا أدرجت منظمة اليونسكو على قائمة التراث القوارب التي ترجع إلى عصر القبائل التي تمركزت في شمال أوروبا، الأمر الذي أحيا الأمال في الحفاظ على هذه الحرفة وسط تراجع أعداد الحرفيين. وجاء تصنيف اليونسكو في ديسمبر الماضي بناء على مطلب مشترك تقدمت به كل من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد. ومنذ آلاف السنين كان يشيد شعوب الشمال قوارب خشبية باستخدام الأساليب التقليدية. تضم دنمارك متحف للقوارب الخشبية التقليدية في مدينة روس كلايد التي تبعد عن غرب العاصمة كوبنهاجن بمسافة 30 كيلومتر، ويحتوي المتحف على سفن خشبية بترجع للقرن الحادي عشر. ونتعرف الآن مشاهدين على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء بيصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. بالنسبة لحالة البحر المتوسط بتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين. بالنسبة لحالة البحر الأحمر بتكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر لمترين. وللمتابعة أكثر تنضم إلينا منار غانم خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذة منار. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني دكتورة منار، ممكن تطمنينا على أحوال الطقس وموجة الصقيع اللي بنشهدها، وإمتى تنتهي، وهل في توقعات بسقوط أمطار على مناطق معينة في محافظات مصر المختلفة؟ هو إحنا بالفعل يا فندم بدأنا من بداية هذا الأسبوع، مستمر معانا اليوم وعلى مدار كمان الأسبوع القادم انخفاض في درجات الحرارة. يمكن اليوم هنشاهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس وهدوء لسرعات الرياح، وده ممكن يشعرنا بطقس أحسن، لكن ما زالت الكتل الهوائية المؤثرة على جمهورية مصر العربية كتل هوائية شديدة البرودة بتعمل على انخفاض درجات الحرارة. عشان كده طقس النهار نقدر نقول إن هو طقس بارد على القاهرة الكبرى، محافظات السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، بيكون مائل للبرودة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا خلال فترة النهار. خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية اللي بيوصل لحد الصقيع في بعض المدن الجديدة شمال الصعيد، بعض المناطق من وسط سيناء. يعني درجات الحرارة خلال ساعات الليل بتنخفض عن 5 درجات وبتوصل للبرودة القارصة خلال ساعات الليل. أيضا اليوم شهدنا تكون شبورة مائية كانت خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس على الساعة 8 وبدأت الرؤية معها تتحسن، لكن هي شبورة مائية خفيفة مش زي الشبورة المائية اللي شهدناها الأسبوع الماضي. فرص الأمطار اليوم مش موجودة ولا حتى كمان غدا، المستمر معنا غدا هو وجود الشبورة المائية، لكن بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله هنبدأ نشهد بعض التغيرات والتقلبات الجوية في حالة الطقس. دين طبعا فرص للأمطار على شمال البلاد وهي أمطار خفيفة المتوسطة، أيضا نشاط الرياح، ونشاط الرياح ده بيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة دايما، وكمان طبعا هيؤدي كمان لاضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط. لكن اليوم وغدا طبعا بنشهد تحسن في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأقل إلى الخميس القادم. يعني دكتورة منار، احنا شايفين النهاردة الشمس ساطعة ويوم يعني بينبئ ان هو يوم جميل ومتفائلين به، هيفضل كده النهاردة وبكرة ومن يوم الحد في تغير في درجات الحرارة، هل في هيكون في انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة اكتر من كده، وهنشهد موجة صقيع اكتر من اللي احنا بنشهدها في الفترة الحالية، وايه اهم النصايح اللي حضرتك بتقدميها للسادة المشاهدين؟
هو احنا بس مش عاوزين نخدع بسطوع الشمس، لان احنا ما زلنا متاثرين بالكتل الهوائيه وانخفاض درجات الحراره. درجات الحراره الانخفاض اللي احنا هنشهده الاسبوع القادم هو تقريبا زي اللي احنا شهدناه هذا الاسبوع. درجات الحراره فيها هتتراوح ما بين ال 15 وال 16 درجه مئويه خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل هتتراوح ما بين السبع والثمان درجات، يعني نفس معدلات انخفاض درجات الحراره اللي احنا مستمرين فيها. بس لازم ننوه ان الكتل الهوائيه لما بيبقى فيها نشاط للرياح ده بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره عن القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، الاحساس بدرجه الحراره. طبعا النصائح هنقدر نقدمها للساده المواطنين، مش عاوزين نخدع بشروع اشعه الشمس، عاوزين نستمر في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل، وخاصه خلال الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طبعا الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبوره المائيه او حتى الامطار اللي هنشهدها الاسبوع المقبل ان شاء الله، القياده بهدوء تام واتباع كافه تعليمات المرور. النصيحة دايما مهمة نتابع النشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لأن احنا أي تغيرات في الحالة الجوية في التوزيعات الضغطية هنعلنهم مع حضراتكم أول بأول في نشراتنا. وكمان قبل ما أخرج من البيت أعرف إيه الظروف الجوية المحيطة بي أو إيه التغيرات في حالة الجو وأبدأ أتعامل معها. نشكرك دكتورة منار غانم خبيرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. كده مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة بأهم الأخبار المنوعة وآخر مستجدات على الأحداث. فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل أهم الأخبار الرياضية.